50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. في فيفري 2021 في يابس تعددت الحرائق في المناطق الخضراء والأراضي صالحة للزراعة. هذا اللي خلى الناس تشك إنه هذا الكل عن قصد. باش نشوفوا رأي الفلاحين والمواطنين في الموضوع هذا، وبالأخص الضرر اللي انتج على الحرائق. الحرائق الموجودة في جهة هي أسبابها الفلاحة مش قاعدة تنظف الوديان هذه، وما فما حتى حرائق أسباب فعل فاعل هذا لا سبيل إليه، لأن الفلاح دائما ينظف. هكا نقولوا إحنا بالعامية نتاعنا صابون الغابة الحريق، لكن كي تغلب الله غرب ما عنده حتى قدرة عليها. ولهذا الفلاحة يلزمها تقوم بالواجب. الواد هذا عاملين فيه ثلاثة عرايض للفلاحة باش ينظفوه. هي 14 غابة تحرقوا حسب ماما، فقال لك زي 14 هكتار ضرر. شنو الخل والرمان وطلع رمان لا خل فهم شيء. برتي هذا مش بتاع بني، ماهوش بتاع بني أصل هذا بتاع فلاحة. الناس تثمر منها زيتونات، إذا عند 200 ولا 300 زيتونة هنا نخل رجدي وبحطم وبرش الخل تحرق شيء، وخاطر الفلاحة ما عاش منظفة النشاعي. كان جت تنظف النشاعي ما يصيرش فينا هيك. الفلاحة متاعنا ما هيش قاعدة تنظف النشاعي، تبت بعضها. احنا ضرين، ما نقولك ضرين، كرهبتنا هذه كلها ماتريال، زوز ماكينات وماتريال متاع فلاحة كل غابة 2 3 4 6 10 15 غابة ضرت. الحمد لله يا ربي احنا ما ضرناش، والزوايل ما ضرتش، والعباد ما ضرتش. ان شاء الله ربي يقدر الخير وربي يعطينا وقت الطيب. ان شاء الله ربي الفلاحه زادت تعاوننا رواحه. الفلاحه من الفلاحه والدوله ما يش قايمه بواجبها اصلا. باش ترجع روحها عندك الارض بحول الله تو ترجع. اما الخل باش تثمر تحب لها لعامين ثلاثه، ان شاء الله ربي يقدر الخير وقوي. رغم الاستهتار اللي قالوا عليه من مندوبيه الفلاحه بيابس والحرائق اللي تعددت واللي ضرروا منها برشا مواطنين، تبقى الأراضي والوحات جنة وبلاصة نلتجؤ لها في جيبس. أما حتى هما مهددين والفلاحة مش عارفين ينجموا يمنعوهم من الحرائق ولا. تجيق القرية المدلين اللي معروف بكثرة الحفار اللي فيه وعنده سنين، حتى مسؤول ما حاول يصلحه. هيا نعملوا دورة نشوفوا رأي المتسكنين. الحالة راهي ياسر مؤسفة، ياسر فمحفر ويعني وزيد ضيقة شوية، معناتها ناقصة برشا عناية وناقصة برشا خدمة، وحتى ساعاته بالحق يريقلوها وكل شيء، أما كلي مش على قاعدة تعاود ترجع كما كان تقبل. أكثر حاجة تقلق هي الحفر، تو طريق ريفي نورمالمون، سيف كان مقبول اكسبتابل، دبي صبت شويه شتاء معناتها الحفر ظهرت وليتا نتاعو كاتاستروفيك ولات. البلاصه هذه اسمها قرية المدلين، منطقة ريفية معروفه بخضارها وزينتها، اما مهمشه اللي كيما قلت من الاول حتى حد ما متلفت لها، زعما يجي نهار وتتبدلها. وكيف الغايب على الانظار ساكن ديما قلوب الناس يناموا بالف. الياس الغريس 17 سنه، نسكن في المتلين، انا ارتست ميك اب. الخدمه اللي نخدمها نخدمها في دارنا ونصورها بالكاميرا وبعد كان نمشي نحطهم في الانستغرام. انا ما نعملش برشا حاجات بايدك، نعمل مثلا شويه جروح، صوابع مكسره، حروق، يعني منحيه. تفرج برشا في الافلام وديما الرام كيفاش يشوهوا العبيد ويعملوا جوهم محروقه وشويه جروح. يا اخي قعدت نتسائل كيفاش يعملوهم وفازيت كمان هكاك اللي خمشيت شفت في الانترنت، عجبتني الفازه من هناك بدات الحكايه. هما يقولوا برشا عباد اللي هو المكياج متبنيت، اما اللي نعمل فيه هنا حاجه اخرى ماشي متبنيت جمله، هذه يستحقوها في الافلام وفازيت اخرين. الموهبه اللي عندي فيها مستقبل في تونس، خاصه وليوا يعملوا افلام في تونس كما دشره وكما ولد مفيده فيهم ضرب وجروح، يعني تنجم نلقى روحي نستعمل فيها. في حدود الناس نقدم خطوه للاخرين ونعنا للتركيتار ونعنا للتركيتار.